نتائج البصرة. حالا إعلان نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الثاني 2022 عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية بالرقم الامتحاني. أعلن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني العراق 2022 شهدت الساعات القليلة الماضية عمليات بحث كبيرة للغاية من قبل جميع التلاميذ في مختلف المدن والمحافظات العراقية من أجل الاستعلام عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2022، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية إعلان نتائج الامتحانات الوزارية للمراحل المنتهية الدور الثاني في العديد من المحافظات العراقية. وقد نوهت وزارة التربية العراقية أن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الثاني للعام الدراسي الحالي سوف يتم إعلانها الكترونية عبر المواقع العراقية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية. وقد أعلنت وزارة التربية العراقية أن نتائج السادس الابتدائي سوف يتم إعلانها تباعا في المحافظات العراقية وليس في وقت واحد، وذلك حسب انتهاء كل محافظة من عمال الكنترولات المنوطة بها. وبالفعل قامت بعض المحافظات بالإفراج عن نتائج الدور الثاني بها خلال الساعات القليلة الماضية. رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق. يستطيع جميع الطلاب والطالبات في كافة المحافظات العراقية الاستعلام عن نتائج امتحانات الدور الثاني من خلال الدخول على موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب، حيث سيتيح الموقع السابق لجميع الطلاب خدمة الاستعلام عن النتائج من خلال تحميل كشوفات PDF باسماء الناجحين.